اصلا هالقانون هذا يراه عدات حكومه الترويكا للمجلس الوطني التاسيسي باش يصادقوا عليه من اكتوبر 2012. دونك احنا الناس احنا الاباء الشرعيين بتاع المشروع هذا. الثاني احنا نعتبر انه الناس اللي تدافع على المناطق المحرومه واللي تقول المناطق المحرومه بعد الثوره ما خذاتش حظها في التنمية، وكل وين نجيو باش نشجعوا القطاع الخاص باش يعمل مشاريع في المناطق المحرومه في المناطق الداخليه يقول لنا ما فهمش انفراستركتور، ما فهمش بنيه تحتيه. البنيه التحتيه الدوله مش قادره تعملها تود سويت لجهه الكل. انا مستغرب من الناس اللي والاحزاب اللي تدافع على المناطق المحرومه وفي نفس الوقت تعطل في المشروع هذا اللي باش يعمل انفراستركتور في المناطق المحرومه.